في ساعة الشباب دائما وابدا معاكم، ودائما وابدا برضو حيكون معنا الاستضافات اللي هي تلهمنا بالكثير من الافكار مستقبلا، سواء كان مجالاتنا يعني بمختلف المجالات، ما راح نحدد ايش المجال تحديدا. لكن الان حديثنا عن بادرة لقاء الخميس، الكثير سمع عنه، لقاء الخميس من المحلية الى العالمية تحديدا، من مبادرة اسبوعية مكونة من فريق عمل متكامل بيشمل تنظيم وتنسيق واعداد اعلام واستقبال، بحيث بيقام اللقاء بشكل اسبوعي بيتنقل بين مدن المملكة، وبتم من خلال هذه اللقاءات استضافة شخصيات ناجحة من فئة الشباب اللي سبق لهم ان قدموا انجاز له تأثير على المستوى الوطني والعالمي في مختلف المجالات. عشان نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع او هذه البادرة تحديدا، معنا اليوم استاذ امجد الراشد، حياك الله معنا في ساعة شباب، كيف امورك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف اجواء لقاء خميس؟ والله ممتازة ومبشرة بالخير دائما. حلو، طيب احنا قبل ما نبدا حديثنا عن لقاء الخميس، خلينا نشوف برومو سريع ونرجع لكم من جديد نكمل ونبدا اسئلتنا مع ضيفنا. وش كوز كيك؟ وش كوز كيك؟ قلت ترجم لي، قلت كوز الكوب. قلت طيب كيك؟ قلت كيك، أحد ما يعرف كيك؟ قال لا. اسأل أي طفل قل وش هذا، يقولك هذا كيك. قال لا، جيب لي من لسان العرب إن كيك لغة عربية، لغة عربية كيك، هذه لغة عربية. إنا لله وإنا راجعون، الله البلشة، ويا عالم ويا فلان، وكلم أخوي ولد عمي فزع حبة خشم، ما في حبة خشم ما تجي، هذه مسألة عليها. كوز مشيناها، جبنا لهم لسان العرب وعطيناها، أما الكيك ما لقينا الصحيح بلسان العرب، إن كيك لغة إنجليزية. قال لي واحد يا ابن الحلال رح لعنيزة. رح وين؟ لعنيزة، متهاونين حبيبين جاويت. بعد ما شفنا مقطع من مقاطع اللقاء الخميس، بداية أخ أمجد حدثنا أكثر بداية عن فكرة البادرة ومتى بدأت، وهل هي خاصة بالشباب فعلا ولا فيها يعني عناصر لابد أنها تدخل عشان يعني تغير الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم حسن هذه الاستضافة الجميلة والتي كانت بادرة خير لنا جميعا. بداية بدأت الفكرة في الرياض في عام 1433، ابتدأت في مجموعة شبابية بمدينة الرياض، كان تقريبا صاحب هذه الفكرة وهو الشاعر الأستاذ منصور البطي، وأمسي عليه بالخير من هذا المنبر. في البداية والله كانت المجهودات فردية، لم تكن هناك مؤسسات ولم تكن هناك شركات نجاح، كانت النية ولا زالت يعني أنه يكون هناك شباب طموح نستعرض تجاربهم، ومن خلال هذه التجارب نحاول أن نرسم بعض الخطط أو بعض الأساليب النجاح لأصدقائنا وشباب المملكة العربية السعودية الذين هم يستاهلون كل خير يعني. انتقلت هذه البادرة أو المبادرة من الرياض، وفي عام 1434، في بدايات 1434 أستاذ طراد، بدأت من انتقلت إلى جدة ثم الخبر ثم الطائف ثم انتقلت إلى أغلب محافظات ومدن المملكة. أصبحنا الحمد لله ارتكزنا على على جميع مدن المملكة تقريبا غطيناها، ومؤخرا انضمت إلينا الأرطاوية وشيقر، يعني إن شاء الله راح تستضاف شبابها في لقاء الخميس. جميل، طيب احنا بنعرف يعني هي بادرة لقاء الخميس أو لقاء الخميس هذا
ترتكز على ايش؟ وايش اهدافها اللي حابين تتوصلوا لها؟ هي مجرد قصص نجاح وفقط، ولكن ولا في حيكون في خلينا نقول تبعات لهذا اللقاء بعد ما تحققوا اهدافكم؟ والله هي لابد في كل منتج او في كل مشروع نقيمه سواء في لقاء الخميس او غيره يكون في اهداف وتكون هناك رؤى. الاهداف عندنا في لقاء الخميس نحاول ان نسلط الضوء على قصص النجاح، قصة النجاح الشبابية، نحاول نخلق نماذج شبابية مشرفة من خلال هذا اللقاء. نأخذ التجربة من التجربة الشخصية ونعممها على جموع الشباب، ونحاول أنه إحنا من مخرج هذا اللقاء أنه في شباب طموح، في شباب يستطيع أن يرسم نجاحه أو خطة نجاحه كيف حتكون. وأنا بقول لك شغلة يا أستاذ طراد، وممكن خرجنا عن النص نوعا ما، فبالتالي أن طريق النجاح غير محفوف بالورد نهائيا. فبالتالي فإذا كان الضيف، ممكن حتى لاحظتم في الروبرتاج اللي أنتم سويتوه الجميل هذا، فيه حواجز انزاحت من الضيف وإلى الجمهور، كانت فيه حواجز، انهدت هذه الحواجز بشكل كامل، أصبح الضيف كأنه قريب من الشباب، ما في ذاك التوتر، يحاول أنه يساعد الشباب، فيه همة جميلة يعني لاحظناها في الضيوف، وإن شاء الله السطرات تشرفنا بإذن الله. أيوه طبعا شرفني جدا وجودي معاكم، بس أنا بتسائل في حكاية انتقالكم من المحلية إلى العالمية، إيش العنصر اللي استجد عشان أصبحتوا في العالمية؟ لا شك أنه لقاء الخميس في المملكة أصبح له اسم، وأصبح أنه فيه شباب يروجون لهذا اللقاء. صحيح. فبالتالي أكيد كان لمسمع حضور الشباب في خارج المملكة سواء كانوا سعوديين أو عرب أو خليجيين أنهم سمعوا بهذا اللقاء وأصبحوا شركاء لأنهم يستضيفون هذا اللقاء. إيش الدول اللي شاركت أو اللي تبنت اللقاء؟ عندنا في بريطانيا لندن، وعندنا في أمريكا هيوستن، ومؤخرا والحمد لله يعني قبل لا نطلع العالمية طبعا أخواننا في دول الخليج، هنا في البحرين تقريبا قبل سنة استضفنا، أو عفوا لقاء الخميس أصبح موجود في المنامة، وقبل أسبوع وقعنا اتفاقية مع شركة كتارا المعروفة في المعرفة الثقافية، وأصبحت هي الشركة الاستراتيجي في لقاء الخميس في قطر الدوحة. ما شاء الله. طيب في وجود كثرة الفعاليات والإيفنتات بشكل عام الموجهة للشباب، وتحديدا في تسليط الضوء على مواهبهم وحتى أوقات تبني هذه المواهب، كيف لقيتوا إقبال الشباب على هذه البادرة تحديدا؟ هي بادرة ثقافية واجتماعية تحديد يعني محددة. صحيح. فكيف قدرتوا مثلا تسحبوا فئة الشباب وتحببوهم في الفكرة، خصوصا انه خلينا نكون واقعيين احنا بزمن يعني ما نبغى التنظير والتنميق الكثير، لا نبغى شوية ترفيه مع الـ مع الـ مع الـ خلينا نقول الخبرة اللي حناخذ منها وتعلم منها. نعم صحيح. هو طبعا التنظير يختلف عن الواقع بشكل كبير طبعًا جدا طبعًا. من نظرنا نجد الواقع مختلف تماما. فبالتالي اصلا لقاء الخميس استاذي يمتلك الطابع هوية المجتمع السعودي، فبالتالي انه يمتلك طابع هوية المجتمع السعودي في جميع لقاءاتها، واحنا هذه رؤيتنا اصلا في لقاء الخميس، انه احنا نحاول ان تكون هذه قصة النجاح عصرية للشباب ولها ثقافة المجتمع السعودي تكون مداخلة في هذا اللقاء. هذا في المملكة العربية السعودية. جميل. طب بكم في المية تعتقد بالنسبة خلينا نقول للطائف، منك انت يعني يعني او خلينا نقول المنظم للطائف تحديدا، كم في المية قدرتوا انكم تحققوا من نجاح هذا اللقاء؟ يعني ما شاء الله لكم 3 سنوات الان. نعم صحيح. 3 سنوات اعتقد خبرة طويلة، 3 سنوات انكم تقيموا كل اسبوع لقاء، ما هو شيء بسيط، شيء مجهد جدا. نعم اكيد. فقد ايش تعتقد انكم حققتوا من هدفكم؟ والله الحمد لله يعني في يعني لو انا بتحدث عن الطائف يعني من يوم دخل اللقاء وكان في رغبة من شباب الطائف وجمهورها ان يكون هذا اللقاء يعني في مواعيد محددة وقريبة عن في بعضها. ممكن أنا نسيت شغلة اللي هي أنه لقاء الخميس أنه يكون كل أسبوع في مدينة وفي الطائف، يعني بالنسبة اللي تذكرتها كيف حققناها الحمد لله، يعني إحنا يوم نعمل اللقاء ومن ناحية التنظيم والاستقبال
وتنفيذ هذا اللقاء بشكل كامل، وغير كذا اختيار الضيف خاصة إذا كان من نفس المدينة، فبالتالي يكون فيه حضور يناشد يكون فيه حضور يساعد على تحقيق بعض رؤى اللقاء، وغير كذا أنه أصلا يعني همة الشباب يعني في أنه هذا المنتج طبعاً. أو لقاء الخميس يكون يعني له طابع شبابي طبعاً. ومخرج اللقاء يعني يتقولب في الأخير، والناس خلاص تأخذ اللي يعني الزبدة من اللقاء، ويعني خلينا نقول تتعلم منه. طب خطواتكم المستقبلية بالنسبة للفعالية، بما أنه نجحتوا في هذه الخطوات السابقة، إيش عندكم قدام؟ والله عندنا احنا نحاول إيجاد بعض شركاء النجاح في هذا اللقاء وبعض الرعاة، بحيث أنه نحقق اللقاء أنه يكون موجود في رعاية المسنين، يكون موجود اللقاء في أكثر من مكان غير أنه يكون بس للشباب. احنا عندنا إن شاء الله نحاول، وعلى أننا نكون يعني بصدد عمل برنامج تلفزيوني للقاء الخميس، نحاول بشكل كبير جدا أن يكون لقاء الخميس برنامج تلفزيوني يساهم في نقل التجربة الشبابية الجميلة. فإن شاء الله يعني هذه خطوتنا الجاية، يعني من رغم أنه عندنا إن شاء الله يعني بعض الترتيبات إن شاء الله بإذن الله كله إن شاء الله راح يتم، بما أنه ما شاء الله حققتوا يعني كل النجاح هذا في الفترة اللي راحت، أكيد بإذن الله لكم كل توفيق في برنامجكم سواء كان تلفزيوني أو لقاء الخميس بشكل عام. جميل. وأكيد تحية لكل فريق البرنامج اللي بقف وراء هذه البادرة، نفخر بمثل هذه البوادر الملهمة المحفزة، كل الشكر تقدير لهم، ولك شكرا لك أمجد الراشد معنا اليوم، يعطيك العافية. العفو حبيبي. مشاهدينا طبعا احنا حنكمل معاكم في ساعة الشباب، راح نكمل بعد الفاصل في تفاصيل كثيرة، في مفاجأة إن شاء الله تستمتعوا فيها، خليكم معنا.